والكرة الله ضاعت ضاعت ضاعت، راح يندم عليه كثيرا. الضربة الترجيحية لعبت وينجح لاعب المنتخب الكرواتي، كرواتيا تتقدم بالترجيحية ثانية. الهدف أو الضربة الترجيحية الثانية من الساد اللعبة، الله ينجح حارس المرمى حكيم بايك من أنه هو ينقذ الاثناء المباراة ماريو فرنانديز. الله أعتقد بيسجل، سجل مودريتش، عبرت مع أن حاول حارس المرمى لكن مودريتش سوفاشيتش. اللعبة قوية في المرمى، ينجح سافيتش، هي الرابعة قوية في المرمى قوية، وبالتالي ينجح لاعب المنتخب على تنفيذ. سجل أيد، سجل، تبقى من روسيا الضربة الترجيحية. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.